نظام مع جيشه مع مخابراته عبيق مع ثورة شعب عم يستخدم كل الأساليب والأسلحة ليقمع هذا الشعب. الشعب اللي انشقوا معهم أسلحة كتير خفيفة. يعني الحرب بتكون حرب بين طرفين لما بيكونوا الطرفين متكافئين في سلاح. بس إذا بدنا نحكي عن اللي حاملين سلاح من طرف الثورة، هي بارودة روسية أو هي دبابة غمنانينها ما بعرف من أين ما بتشتغل وما في بازوكة يشغلها، أو أربيجيل كاترون. هذا الموجود بين هذاك معه طيران وسكوت. فهل ما بس نقول حرب أهلية لأنه هي نظام عم يقمع شعب. إذا بدنا نجي نحكي نقول عن سوريا، اللي عم يحصل في سوريا هو حرب أهلية. لأنه في طرف عم يستعمل سلاح. الطرفين عم يستعملوا سلاح. طيب بدنا نجي على الثورة الفرنسية كمثال، اللي كل العالم بتسميها ثورة فرنسية. ثورة، ما حدا بيقول عنها حرب أهلية اللي صار في فرنسا. اللي صار في فرنسا على ما بدي أحكي عن التطور والتكنولوجيا في السلاح اللي صارت هلا عن الثورة الفرنسية، بدنا نرجع للثورة الفرنسية في الأول. لما كان الثورة شغالة، الشعب اللي قام في الثورة ما استخدم سلاح ولا يدوي، ما استخدم سلاح بسيط، ما شال فاس، ما شال كريك، وقتل الجيش. وبرغم من هيك ضلوا يسموها ثورة، لأنه كيف الثورة لك بدها تصير؟ بده يكون في جزء منها مسلح. بس ما هي حرب أهلية، بس هي لأنها سوريا بتزاد، لأنه بس سوريا كل العالم بتحاول تسميها حرب أهلية، ما بعرف ليش. فبتمنى من الكل بس يتذكر إنه هي ثورة شعب. ثورة شعب بده حريته، بده عدالته، بده مثل كل الناس يعيش. فما توهمونا، ونحن كتبناها لفتي قبل هالمرة، ما توهمونا وما تكذبوا علينا. خلونا نموت، تركونا، لا حد يصير معنا، ما بدي حد يصير معنا. بس ما تكذبوا، على القليل يسموها ثورة. بتمنى عم نشتغل نحن، الشعب في الأخير، الشعب قام بالثورة.